هنا في المركز القومي للبحوث بنسعى دايما ان احنا نكون متطورين ونواكب التكنولوجيا وفي الحديثه في البحث العلمي. بالنسبه للمعمل هنا معمل متخصص في ما يسمى بالليزر سبكتروسكوبي، اختصارا او توضيحا هي اطياف الليزر، وهي علم الطيف اللي هو العلم بيهتم بتحليل العينات او تحليل الاشياء المتاحه لينا، بيتعامل مع كل العلوم، هو علم خدمي من اول من نتكلم عن الجيولوجي الاركيولوجي علوم الارض او علوم الاثار لحد حتى ما نوصل للعلوم الطبيه في كل تخصصاتها. احنا بنساعد في كل المجالات دي لاننا باختصار بنعمل نوع من انواع التحاليل علشان نتعرف على المواد وعلى التفاعلات اللي حصلت فيه. بالنسبه للمعمل بتاعنا احنا بنهتم بالاجهزه اللي بتعتمد على الليزر كمصدر للتحليل او مصدر للاثاره في الاجهزه. بنشتغل في حاجات كتير، من ضمنها مثلا لو ابتدينا مثلا بالاركيولوجي بعلم الاثار، احنا اشتركنا في كذا مشروع لترميم الاثار او لتحديد مدى التلف اللي حصل للاثر. فمثلا على سبيل المثال كان في مجموعه تماثيل لاوزوريس من العصر الروماني اتواجدت في حاله، هي من البرونز، اتواجدت في حاله طبعا من الصدى سيئه للغايه. ابتدى الزملاء المرممين في وزاره الاثار يتعاملوا على عليها. قبل ما يبتدوا يتعاملوا على التماثيل دي كان المفروض ان احنا بنحدد التماثيل دي معموله من ايه، السبيكه معموله ازاي، علشان نقدر نتعامل معاها ونرممها ونزيل اثار التلف على قد ما نقدر. طبعا احنا لجؤنا في المعمل هنا استخدمنا التقنيات الحديثه في اشعه رامن او تحليلات رامن، استخدمنا التقنيات الحديثه في علم الطيف الانبعاث او الفلورسنس. عندنا هنا الحمد لله في المركز القومي للبحوث احدث اجهزه موجوده في العالم كله، وده فعلا حقيقي ممكن نتفرج عليه. بالنسبه للمشروع بتاع تماثيل اوزوريس، احنا بفضل الله قدرنا نتعرف عليها، اتعرفنا على طبقات الذهب اللي كانت معموله على التمثال من بره، وحددناها وصورناها وزي ما حضرتكم شايفين كده في الصور. وبعد ما قدرنا ان احنا نحدد مصادر التلف ونوع الصدى او التآكل اللي حاصل في التماثيل، الزملاء المرممين استخدموا التقنيات الخاصه بتاعتهم اللي من ضمنها برضو تقنيات بتعتمد على الليزر النبضي، وان هم نظفوا زي ما احنا شايفين وحاولوا ان هم يوصلوا التماثيل للصوره الاصليه بتاعتها بقدر الامكان. حضرتك عارفين ان احنا في الترميم ما بنضيفش على الاثر، لكن بنحاول نزيل اثار التدمير من عليه او التلف من عليه. في برنامج تاني برضو كنا شغالين فيه كان مهتم بالتماثيل أهرام الملكات، الملكة الأم وزوجة الملك خوفو، في ثلاث أهرام منهم ضمنهم هرم الملكة حتنحرس. الهرم ده فيه مظاهر للتلف، وكان لازم نعرف مصادر التلف دي جاية منين، الخامات اللي اتبنى منها الهرم بالظبط ايه، علشان نقدر ان احنا نشتغل عليه في الترميم لو في مشروع للترميم. وزي ما حضراتكم شايفين كان واضح ان التلف شديد في بره الهرم وفي داخل الهرم، وحددنا المصادر بتاعه التلف وصورنا بالتقنيات الضوئيه وتقنيات الليزر برضو العينات من مصادر التلف دي، وحددنا بالظبط مصادر التلف في انتظار بدايه الترميم. ده مشروع حديث جدا على فكره. لو انتقلنا بقى للجانب الاخر مثلا اللي هي جانب العلوم التكنولوجيه، فبالاشتراك مع مجموعات بحثيه هنا في المركز، دكتوره ايناس بطيشه، دكتور ليلى سليمان، مجموعه من الزملاء بيشتغلوا في حاجه اسمها الليزر ويف جايدز، اللي هي التقنيات اللي بنقدر ننقل بيها البيانات باستخدام اشعه الليزر، ودي من احدث التقنيات اللي موجوده في العالم دلوقتي. فهم كفريق بحثي بيحاولوا ان هم ينتجوا المواد دي، وانا دوري ان انا اشوف التحليل للمواد دي هل هي فعلا قادره على انها تشتغل في المناطق اللي هم بيطمحوا انها تشتغل فيها ولا لا. وزي ما احنا شايفين برضو عندنا برضو التقنيه بتاعه طيف الفلوره بتشتغل في منطقه الاشعه تحت الحمراء، ودي منطقه بالنسبه للنوع ده من التحاليل يعتبر ما فيش اجهزه فيها في مصر بكتير، يعني جهازين او ثلاثه بكتير. فوجود جهاز في المركز القومي للبحوث ده يعني نقدر نشكر عليه الساده القائمين على المركز. وطبعا هو ده مشروع مشترك بين المركز وبين صندوق العلوم والتكنولوجيا. الحقيقه دور الصندوق مهم جدا لينا، بيمولنا بتمويلات بنقدر ان احنا من خلالها نشتري
أحدث التقنيات الموجودة في السوق علشان نقدر نشتغل شغل بحث علمي يواكب اللي بيحصل في جميع أنحاء العالم. في جزء برضو لو حبينا يعني نسيب الجزء اللي بيسموه جزء الجوامد أو الجزء المش المتعلق بالتكنولوجيا أو الآثار ونروح للمنطقة الثانية مثلا زي منطقة طبية، ففي برضو شغل كنا عملناه على مادة، المادة دي المفروض إن هي الأطباء بيستخدموها اسمها ICG، المادة الأطباء بيستخدموها علشان بتقتل البكتيريا، بتقضي على الخلايا الضارة، في أبحاث إنها تقضي على الخلايا السرطانية باستخدام تقنيات معينة. الحقيقة المادة دي موجودة وتستخدم، لكن بيستخدم لها أنواع معينة من الليزر كنوع من تقليل الصرف أو تقليل الفند اللي بيدفع في تجهيز المعامل، تجهيز العيادات. مش شرط ان انا اشتري ليزر يخص الصبغه دي وان انا اشتري ليزر تاني كليزر جراحي مثلا، فاحنا استعملنا ليزرز انواع مختلفه من الليزر الجراحي اللي موجود في كل العيادات بتاعه الاسنان علشان نقدر نعمل برضو بيه اثاره للماده دي وان هي تقوم بعملها باستخدام الليزر ده، وما اضطرش ان انا اشتري ليزر تاني. طبعا كل ده بيقلل الفند وبيقلل التكلفه بتاعه اي عياده، وبالتالي بيعظم الفايده من الماده دي او من الاجهزه دي. وقدرنا بفضل الله ان احنا نحط طريقه ازاي ان احنا نستخدم الليزر الجراحي في ان احنا نعمل اثاره للماده دي ونخليها تقدر تشتغل وتأدي دور اللي هي بيسموه مضادات الاكسده، وانها تخلى الاكسجين تخلى الاكسجين في حوالين الخلايا او في المكان اللي هي موجوده فيه، وبالتالي تقدر انها تقوم بوظيفتها المؤكسده للخلايا. العمل بتاعي في المعمل عندي بشتغل في تحضير المواد النانومتريه باستخدام بريكورسر او مواد اوليه بحيث اظبط او اتاكد ان انا طلع لي مواد فعلا في حجم النانو، التركيب الداخلي بتاعها في حجم النانو. المواد دي مش مواد جديده ولكنها مواد معالجه، مواد قديمة معالجة بطرق جديدة زي التسخين أو اختيار المواد الأولية في التحضير، بس بظبط الدنيا وابتدي أشتغل في الآخر بيطلع لي مواد نانومترية لها تطبيقات حديثة كتيرة، منها مثلا أن أنا أزود كفاءة الخلايا الشمسية. الخلايا الشمسية طبعا ده شيء موجود في العالم كله، لكن الجديد اللي احنا ممكن نعمله إزاي نقدر نوصل لكفاءة أعلى من الكفاءة اللي كانت موجودة قبل كده، بأن أنا بستخدم إثارة بالليزر للمواد اللي أنا بحضرها وبحط لها عناصر أرضية نادرة. العناصر دي لها خاصية أنها تلم الضوء المتشتت من الخلايا الشمسية في الطول الموجي القليل والطول الموجي الكبير وتدخلهم في المنطقة المرئية أو في الفيزبل علشان أشوف عشان أجمع الضوء المتشتت ده وأقدر أكسب كفاءة أكتر على الخلية بتاعتي. وطبعا احنا محتاجين كلنا للطاقة في الزمن دوت، يعني في ديبليشن أو هيبقى في ضمور في الطاقة وفي البترول وما إلى ذلك، فعايزين طاقات بديلة. فدي حاجة من النوع أو من الأنواع التطبيقات اللي أنا بستخدمها. النوع الثاني في برضو بعد باستخدام نفس المواد النانومترية أنا بستخدم الويف جايد. الويف جايد دي يعني تجميع الضوء، أنا بجمع الضوء برضو المتشتت لو عملت له أي إثارة بالليزر بجمعه في صورة قوية بحيث أنه هو بيديني ضوء قوي أقدر أستخدمه في تشغيل برضو كطاقة وفي تشغيل مصنع في اللي أنا يعني التطبيق اللي أنا عايزة أستخدمه. المكبرات الضوء دي حاجة يعني لها يعني كفائتها برضو لها تطبيقاتها الحديثة الكتيرة. نمرة ثلاثة ان انا ممكن استخدم المواد النانومترية دي بان انا احضر مواد بيروفسكايت ماتيريال. المواد دي ممكن استخدمها في الانرجي ستورج او تخزين الطاقة. برضو بنجري كلنا ورا ان احنا نخلق او نوجد طاقة بديلة لاي طاقة تنتهي، فيبقى عندي طاقة حديثة او اسلوب حديث وبطريقة رخيصة ممكن نصنعه بايادي مصرية هنا في مصر ونحصل على طاقة حديثة. النوع الرابع من التطبيقات اللي موجودة في المعمل عندي تطبيق الحساسات البيولوجية.
الحساسات البيولوجيه دي انا بحضر مواد زينك اوكسيد، الناس كلها تعرف الزينك اوكسيد ومحضرات قديما كتير جدا، لكن الجديد ان انا بستخدمه او بحضره بطريقه بتخليه احصل عليه في شكل نانو راد او اقطاب او قضبان نانومتريه. القضبان دي بتبقى كانها قرون استشعار عشان مثلا نستشعر جوه مواد وجود الايرن في مثلا في الدم، ممكن نقيس الجلوكوز الكالسيوم نسبه الكالسيوم. ودلوقتي حديثا بنشتغل شغل جديد في ان احنا بندور او بنقيس تركيز المغنيسيوم. طبعا الشغل ده المركز موفر لنا يعني معامل جيده، وموفر لنا الاشتراك في مشاريع كتيره جدا. المشاريع دي هي اللي صرفت معانا على الشغل ده، في مشاريع مع فرنسا، في مشاريع مع ايطاليا ومع السويد، فرنسا رحناها 3 مرات، وفي مشاريع مصريه مع في شراكه بين المركز القومي للبحوث وبين صندوق العلوم في اكاديميه البحث العلمي، وده كان بفند او بدخل عالي شويه خلانا نقدر نشتري اجهزه ونقدر نقوم بالشغل اللي احنا بنعمله عشان نوصل للتطبيقات الحديثه ونواكب العصر في اللي احنا بنعمله. معتمد على تطبيقات مواد مختلفه في معالجه الميه. في الفترة الأخيرة اشتغلنا على مواد نانية كتير أثبتت جدارة في معالجة المية بأنها بتوفر وقت المعالجة وبتقلل الملوثات للحد المسموح به. مبدئيا كده عايزة أقول إيه هي معالجة المية الأول. معالجة المية بأبسط تعريف لها هي إزالة الملوثات الغير مرغوب فيها، سواء كيميائية أو فيزيائية أو بكتيريا فيروس طفيليات من المية، علشان الهدف يكون إعادة استخدام المية في أغراض مختلفة، سواء هنعيد استخدام المية علشان نستخدمها في أغراض زراعة اللي نباتات بتتاكل، أو نباتات لاندسكيب، أو بنستخدمها في عمليات صناعية تانية، أو نوصل لأدفانس تريتمنت ونوصل بيها المية شوب. هو ده الغرض الأساسي من معالجة من أي نوع مية، سواء صرف صناعي أو صرف زراعي أو صرف صحي. المواد النانية اللي بتتحضر في الفترة الأخيرة أثبتت جدارة في أكتر من مجال. إحنا بنحاول نطوع وتطبيق المواد النانية دي في أكتر من مجال حسب الخواص الفيزيائية والكيميائية وخواص السطح والخواص الضوئية، بحيث إن إحنا نقدر نقسم المواد النانية المحضرة لمواد ممتزة تقدر تمتز البريوتنت أو الملوثات على سطحها، وفي مواد الحفظ الضوئي اللي بتشتغل تحت الضوء علشان تقصر الملوثات، وفي مواد حفظ ضوئي مثبته في اغشيه علشان نستخدمها برضو في الاكسده الملوثات الكيميائيه سواء عضويه او غير عضويه. لو احنا مسكنا كل مجموعه او كاتيجوري منهم، المواد الممتزه هي مواد حسب خواص السطح بتاعتها تقدر تمتز او تمتص على السطح بتاعها الملوثات، وبالتالي تبقى خلصنا الميه من الملوثات سواء عضويه او غير عضويه. الميكانيزم او طريقه شغل المواد الممتزه هي انها بتمتز على سطح المواد النانيه المحضره، واحنا بنقدر نتحكم في مساحه السطح بتاعت المواد دي بحيث ان احنا بنعمل لها تقنيات معالجه للمواد دي علشان نزود مساحه السطح وبالتالي نزود كفائتها في امتزاز الملوثات من الميه. تاني نوع او تاني كاتيجوري احنا بنقدر نشتغل بيه في معالجه الميه هو المواد المحفزه الضوئيه او الاكاسيد سيمي كوندكتورز او البريفسكايد اللي احنا بنقدر نستخدمها في عمليه الاكسده المتقدمه باستخدام الضوء المرئي علشان نكسر المواد العضويه لمواد صغيره ابسط منها بكتير ونعالج الميه. في تقنيه استخدام المواد النانيه في ان احنا نعمل لها دمج مع بوليمرز او كربون مسامي على اساس ان احنا نستخدمها في صوره مثبته. الصوره المثبته دي بتساعدنا ان احنا نستخدمها على نطاق اكبر من نطاق المعمل، بحيث ان انا بستخدم بدل ما استخدم الماده المحضره في صوره باودر بستخدمها في صوره شيتس او بيدز او اي صوره مثبته علشان اقدر استخدمها اكتر من مره علشان يبقى في سستينابيلتي او استدامه لاستخدام المواد المتحضره في اكتر من سايكل بكفاءه عاليه وبسهوله استخدام. يعني بنقدر نغطي الجزء بتاع خطوات الاستدامه يعني بان احنا نستخدمها في مثبته في بوليمر او كربون مسامي، وممكن المواد المحضره دي نستخدمها جوه البلاند بتاع البوليمر او خلط مع الاغشيه
المحضره اللي احنا بنستخدمها في خطوه الممبرين سيبريشن او الفصل باستخدام الاغشيه، ودي خطوه بنحاول ندخلها كادوانت تريتمنت في ترين المعالجه بتاع الصرف الصناعي والصحي علشان نوصل لكواليفيكيشن او سبيسيفيكيشن للميه اعلى، بحيث ان انا اقدر استخدمها في الزراعه، في الصناعه، في ميه شرب. فبالتالي احنا نبقى غطينا الغرض الاساسي من المعالجه اللي هو اعاده استخدام، بنعالج الميه عشان نعيد استخدامها، وبالتالي نوفر الميه الصالحه للشرب او حصه الميه الصالحه للشرب باستخدام سورس تاني او مصدر تاني للميه هي الميه المعالجه. قسم في فيزياء الجوامد على الماتيريالز علوم المواد، وعلم المواد دي طبعا فيها مجالات كتيره جدا، منها دراسه المواد النانومتريه وتوصيفها توصيف فيزيائي دقيق، ليه؟ من اجل ان احنا نقدر نقول ان الماده دي تقدر تشتغل في اي ابلكيشن مرتبطه بخدمه المجتمع. احنا حضرنا طبعا بنشتغل حاليا في مشروعات موجوده في مشروع تبع المركز على المواد البيوريفيسكايت ماتيريال، مع تطعيمها بالمواد النانو مغناطيسيه، بحيث ان احنا نقدر نوصل بالمواد دي ان احنا نشتغل في تطبيقات مختلفه، زي مثلا ان احنا ممكن نشتغل المواد مشاكل حاليا الموجوده بالنسبه ل طبعا عندنا في مصر مشاكل مياه، فاحنا بنحاول ان احنا هنحلها ازاي، فهنحلها ان احنا نحاول ان احنا نشتغل على البوليوشن او على التلوث الموجود في المياه. هنعمل الكلام ده ازاي؟ ان احنا نقدر نستخدم ربنا وهبه لنا هو الشمس، ان احنا نتخلص من الملوثات دي عن طريق استخدام المواد النانومتريه. يعني ايه معنى كلمه نانومتريه؟ ان احنا بنشتغل على الماده في الطول المتري اللي هو 10 اس ناقص 9 من المتر. ده معنى ذلك ان انا بوصل في المساحه او السيرفيس اريا للعينه كبيره جدا، فده انا بقدر اشتغل ان انا احول انا امتصاص الشمس اللي بيوصل لنا معظمه من الضوء المرئي، فانا بشتغل على المواد بتاعت المواد النانومتريه، ان انا اشتغل على الفجوه او على الفجوه الضوئيه، ان انا اقللها بحيث ان انا اقدر اشتغل عليها في الضوء المرئي اللي بيوصل لي من الشمس واشتغل عليها. مش بس كده، لا، ده احنا كمان شغالين حاليا دلوقتي في المشروع، وطبعا احنا بنحلم ان احنا نوصل ان احنا نشتغل على المواد الضغطيه الكهربيه، اللي هي الضغطيه الكهربيه دي ليها خصائص مهمه جدا، ان احنا بنحطها على مواد مرنه. المواد دي بتقدر تشتغل ك بنسميها اللي هو مولد في رينج النانو. المولد ده او بنستخدم الضغطيه الكهربائيه دي، انا ممكن اولد كهربيه ذاتيه بالحركه او بالنبضات الموجوده. المواد النانومتريه دي طبعا هي احنا شغالين فيها، العالم شغال فيها بقاله كتير جدا، بس ما زال المواد البروفسكايت ماتيريال ليها، وعموما حاجه اسمها الهالايد بروفسكايت ماتيريال، خاليه من، بنحاول نشتغل على مواد خاليه من الرصاص ومن الليد، ونستخدم التطبيقات بتاعتها دي اللي هي تطبيقات مهمه جدا في الابلكيشن او تطبيقات في ابلكيشن مختلفه او التطبيقات المختلفه، عشان خاطر نقدر نوصل ان احنا نخدم المجتمع بتاعنا في مجالات مختلفه، زي ما قلت المجال اللي هي المياه ده مجال مهم جدا، وبنقدر نربطه مع زمايلنا الشغال في الكيمياء. بنحاول احنا كفيزيائيين دورنا ان احنا نوصف الماتيريال وندرسها دراسه فيزيائيه دقيقه، وبعد كده بنشتغل مع زمايلنا الموجودين في الاقسام الثانيه زي قسم الكيمياء، ونقدر نوصل للماده دي ازاي، اوصفها او اطبقها بشكل ان انا اوصل بيه ان انا اطلع من اللاب من المعمل ان انا اشتغل فيها بالصناعه. مش بس كده، احنا بنحاول حاليا زي ما قلت ان احنا نشتغل على نحاول نولد كهرباء من الحركه، المواد اللي ممكن اقدر اتكلم عليها هي المواد البروفسكايت ذات الخواص الضغطيه الكهربيه. في الحاله دي انا مؤثر بيها بحركه او بضغط على الماده دي، بقدر اولد تيار كهربي. هي دي المواد اللي حاليا دلوقتي العالم كله بيتجه دلوقتي ان هو بيتكلم على الطاقه النظيفه. الطاقه النظيفه ان انا ممكن اشتغل على ان انا التيار الكهربي اللي انا موجود عندي ممكن اشتغل بيه الكهربيه الذاتيه بدون ما انا او ممكن اوصل ان انا اشحن الموبايل بتاعي باستخدام حركتي انا الذاتيه.
او باستخدام ان انا ممكن اشحن العربيه بتاعتي باستخدام ان انا الماتيريال اللي هي برومس اللي هي الماتيريال المستقبليه اللي احنا شغالين عليها حاليا، ان احنا العربيه نفسها تشحن نفسها بنفسها.